الرجل كان دائما يتناول المسكرات، وهذا طبعا كان ينفق ماله على هذه المسكرات، واللي تؤدي بالتالي إلى عجز اقتصادي تعاني منه المرأة وكذلك أولادها، ويلجأ في غالب الأحيان لعدم شعوره بفاقد الوعي، فيلجأ إلى الضرب، يلجأ إلى يعني العنف مع الأولاد مع المرأة، فبالتالي رفعت المرأة شكواها إلى القاضي. هذه حالة معروفة ومتواجدة، ما فيها من الغرابة. طالبة تفريق. أكو شيء غريب يعني. أكو حالة. نعم. حالة غريبة مثل ما نفنوف نورة. نعم. أكو حالة راح أعطيك حالة أغرب من الغرابة. أكو حالات الأخرى اللي هي ظهرت بالمجتمع العراقي حقيقة اللي تتعلق بالخيانة الزوجية، مثلاً أن تثبت خيانة الزوج لزوجتها أو بالعكس الزوجة لزوجها، وطبعاً المشرع مو قانوني. يعني أنا تحدثت عن حالة. نعم. انطيني حالة. أكو حالة مغايرة شاهدتيها؟ أي أكثر الحالات نعم اللي شاهدتها مثلاً بالقضاء العراقي، إذن تتمثل بأنه الزوج مثلاً يطلع أو يفتش عن موبايل زوجته، ويجد أنه الزوجة تقوم بمراسلة مثلاً بعض الأشخاص، أو نقول لها علاقة بشخص، هنالك علاقة معينة وعلاقة قد تبدو غير مشروعة، فيلجأ ببداية الأمر إلى تعنيفها، ومن بعد ذلك طبعا يصار إلى رفع الشكوى إلى الأهل. يأخذ حقوقه بهيك حالة؟ يقدر يفرق؟ طبعا، لأن هذه الفقرة ثابتة بالفقرة 2 مادة 40 من قانون الأحوال الشخصية. يعني إذا عنده مستمسك يفرق. نعم، يستطيع. وإذا العكس، أنا اليوم بس حتى للتوضيح. نعم. اليوم أنا أتحدث مشاهدينا الكرام، أنا أتحدث عن الطلاق، أنا جنبه ما جاي نميل كله ضد المرأة، لا، عن الرجل والمرأة بالحالتين. وأنا أوضح لك هذه المرأة في حال يقدر يفرق إذا لقى خيانة منها مع شخص، والعكس صحيح إذا صحيح. المرأة كذلك، هذه المرأة عندها جرأة تروح تشتكي، لأن هذا التفريق القضائي. كثير من هالمشاكل الموجودة عندنا يا ست راقي. صحيح. كثير من النساء موجودة الخيانة والرجل يعنفها، ما لا حول ولا قوة. إذا ترجع للأهل مرة ثانية يقول لك ابني يعني سترك وغطاك وأنت وكذا وسكتي وتحملي ويصلح، هاي الأمور لها مؤثرات برأيك؟ طبعا هو المجتمع العراقي والعوائل العراقية هي ليست كلها على نهج واحد ونمط واحد، يعني بعض مثلا بعض العوائل لا تسمح للبنت أن تعنف ولو بكلمة واحدة، يعني أو يصار إلى وصفها بوصف معين معيب مثلا، ما تتحملها ويصار الميل إلى الميل عن الأهل. هذا دور أساسي طبعاً. إلى الأهل بأن البنية إيه وشون وتعال يمنا تدخل طبعاً. هذا ما راح يشجع البنت، تدخل الكبير. نعم، تدخل الكبير من قبل الأهل، سواء كان أهل الزوجة أو أهل الزوج في العلاقة الزوجية. نعم، هذه خراب، صار خراب البيوت. يعني هذا الطلاق حتمي أو تفريق. أنا بس أحب أن أنوه حقيقة، الطلاق إحنا ذكرنا أنه هذا حق شرعي للرجل، ولكن التفريق القضائي هذا أمر ممكن أن يرفع الرجل دعوة ويطالب التفريق القضائي، وممكن أن تكون المرأة، ولكن هنالك ثم أسباب أوردها المشرع على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. من أيضا من حالات التفريق مثلا أنه المرأة مثلا غير هذا فتشي مشروع، غير قادرة مثلا على الإنجاب مثلا، يبيح لي الرجل أن يقوم بتطليقها، أو بالعكس تحصل أن الرجل يكون عقيم غير قادر على أن المرأة أن تنجب منه طفلا، هي تطالب بالتفريق منه. أيضا قيام الرجل بالزواج من زوجة ثانية، هذه حالات تبيح لها هذه مصيبة التفريق. كبيرة عليها راح تكون أعتذر من جناب شكري مرح بهذا الفاصل، ثم إن عودة نكمل.